اللي قلت لك حكيم من الناس اللي تنظن تظلم على الصورة اللي تيتكلموا عليه بها، فما يمكنليش نقول لك بأنه محترف بدرجة كبيرة. أنا حكيم أول علاقة بيني وبينه كانت هنا، وصل لهاد المعمورة وفي الصباح، كانت عندنا اونطريمون، وصل معاه شي 11 الليل تنظن وكذا شي من هنا شوية. قلت له راه خصك تمشي تنعس نهار الأول باش تجي لاسيونس دونطريمون، ويقول لي كوتش بغيتي 6 الصباح، بغيتي الوقيتة اللي بغيت غنكون في التوقيت. كان الفرح باين عليه من أول لقاء لينا هنا. حكيم جاء إنسان آخر بطريقة أخرى بأسلوب آخر، وكان ليدر اللي هي ماشي شي حاجة اللي كانت عنده، ولا أنه تيتكلم في مباراة تيساعد اللاعبين.